بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره الغيني في مستهل مشوار أحفاد الفراعنة بتصفيات أمم إفريقيا نسخة 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار. ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بملعب القاهرة الدولي مساء الأحد المقبل الموافق 5 يونيو في لقاء الجولة الأولى من عمر التصفيات المؤهلة للكان في نسختها المقبلة. وتضم مجموعة منتخبنا القومي معه كل من منتخبات ملاوي وإثيوبيا وغينيا، وتعتبر المباراة هي الأولى للمدير الفني الوطني إيهاب جلال في مهمته التدريبية مع منتخب أحفاد الفراعنة. وكان جلال قد أعلن ضم 5 لاعبين من صفوف الزمالك في القائمة النهائية لمباراتي غينيا وإثيوبيا، وهم محمد أبو جبل ومحمود حمد الونش ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو. وتأمل الجماهير المصرية ببداية قوية لمنتخب أحفاد الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بالتزامن مع ضربة البداية لإيهاب جلال.